ما زال الزعيم الخارج جمال عبد الناصر ملهما بأفكاره ودبلوماسيته التي يتعلم منها الجميع حتى الآن. ناصر لم يكن مجرد رئيس انتهت ولايته، بل كان مثلا وقدوة للقائد المؤثر الذي تجاوز حدود وطنه وألهم قادة وشعوب في كل أنحاء العالم. صباح اليوم عقدت جلسة نقاشية في متحف الزعيم جمال عبد الناصر تحت عنوان العائلة والقيادة لاستكشاف أسس الدبلوماسية الخارجية لناصر واستكشاف مبادئه ومهاراته الملهمة. معنا السيد المهندس جمال خالد عبد الناصر حفيد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. باشمهندس مساء الخير وكل سنة وانت طيب. اديني فكرة على الندوة اللي تمت اليوم في متحف جمال عبد الناصر. مساء الخير يا أستاذ مصطفى، أنا بشكر حضرتك على الاستضافة والمداخلة دي. والله الـ 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 البرنامج اللي معمول من وزارة الشباب والرياضة دي ثالث سنة بالنسبة لي ان انا احضر صحيح الندوة او البرنامج ده. نعم. وانا فاهم ان ده برنامج اكاديمي بفكرة تم طرحها من وزارة الشباب والرياضة. والصراحة نجح جدا، هو بدأ من حوالي 3 سنوات، والسنة دي أنا شايف إن في يعني في تقدم وفي زيادة في عدد المشاركين، وهو بصراحة أنا لما بيقولوا لي إن أنا أتكلم في الندوة سواء في كل السنوات الماضية أو السنة دي، طبعا كان بيبقى في اطار بنتكلم فيه لعدم الانحياز والمشاركه جنوب وافريقيا ودور افريقيا في المرحله اللي احنا فيها والمرحله القادمه، وبصراحه بتبقى جلسه مفيده جدا بنتكلم فيها بصراحه عن المشاكل الموجوده، وطبعا بيبقى في ان احنا بنتحدث عن الأفكار اللي كانت يعني بينتمي إليها جمال عبد الناصر واللي بلورها، وكانت إيه الأفكار الناجحة في تجربته، وبتبقى مناقشة واسعة وبنتكلم فيها عن الماضي والحاضر والمستقبل، وده اللي بيعجبني فيها، وأعتقد هو ده اللي خلاها ناجحة وخلاها تكبر السنة دي إن شاء الله تكبر أكثر وأكثر. شكرا ليك المهندس جمال خالد عبد الناصر.